تحياتي للجميع، صباح الخير. أنا الآن في البيت بحضر الشاي الفطور. الجو طبعا مرة بارد جدا، ثلوج، لهذا السبب لغاية الآن موجود في البيت، مش قادر أطلع، يعني مش قادر أخرج. فطور جبنة مع كاس الشاي، جبنة مع شاي، يعني هنا حمص زي في الدول العربية ما في، بعيد، هو موجود بس بعيد. نعم، طبعا المدخن الصبح، مدخن الصبح يعني بكون نفسه مسدودة، وبالتالي يعني أنا مجبر إنه يعني أكل أي إشي الآن لأنه بدي أدخن. شاي. نعم. هنا زي ما انتم شايفين يعني الشقق صغيرة. انا الان في شقة مساحتها تقريبا 38 متر مربع، يعني بالاردن صعب انك صعب انه الشخص او المواطن العربي صعب انه يعني يصدق انه يعني في شقق بهذه المساحة، لانه هون هذا يعني زي ما تقولوا تعتبر حتى رفاهية، يعني لأنه الشقق جدا غالية. يعني أنا طبعا إلي فيديو حكيت إنه المتر المربع يعني ممكن يصل إلى تقريبا حوالي 1350 دولار للمتر المربع الواحد. المتر المربع الواحد 1350 دولار. وبالتالي يعني انت بتحكي عن شقة زي هذه مثلا 38 متر مكلفة 50,000 تقريبا، 50,000. عندي شقة اخرى في مكان اخر 48 متر كلفتني 65,000 دولار. طبعا هذا مبلغ يعني لا مساحة زي هيك كبير، يعني انت بتحكي مرة اخرى عن 1350 دولار، يعني معدل ما يقارب 1000 دينار اردني مثلا المتر المربع. المتر المربع. سكر يا سكر. عادة في أيام الدوام بخرج برا بشرب قهوة وشاي وباكل شغل من الخارج هيك قبل ما أدخل. اليوم عطلة، كنت من الأحد عطلة، وبالتالي هون طبعا السكر في مكعبات، عادة مكعب مضغوط فقط. في أيام العطل يعني أبقى في البيت عادة إلى وقت متأخر، يعني بعد الظهر هيك بطلع. نشوف طبعا أكثر أنواع الشاي استخداما
في كل أوروبا، هو الشاي الأخضر. الشاي الأخضر طبعا الآن طبعا الكل جزء بيعرف أنه أنا في أوكرانيا، أو اللي ما بيعرف أنا الآن في أوكرانيا. هنا طبعا السكر، يعني إحنا العرب نحب السكر كثير. السكر هنا يعني لما بتحكي لواحد أنه حط مثلا بدي ملعقتين سكر مثلا أو مكعبين سكر، بقول لك كثير، شو يعني قليل من السكر. شوية سكر الروسي، الأوكراني، الأذربيجاني، التركي، الأذربيجاني، الأرمني، كله بتعامل بي أو يعني بيستخدم السكر بشكل قليل. يعني أنا أونلاين الآن لهذا السبب، يعني شو نحضر لهذا اللقاء، إلا أنه يعني حبيت أنه يعني نستعرض أمامكم بعض جوانب حياتنا، الخبز بهذا الشكل. هذا طبعا زي هيك كامل، يعني تقريبا بيسواله دولار. خبز الأسود، الخبز الأسود بالمحلات العادية عندنا مش موجود، يعني إلا في المولات. في المولات الخبز الأسود قليل عندنا. بسم الله. قبل شوية، قبل قليل يعني، حكيت مع قرابة إلي نشتري شقة بتركيا من الأردن، من عجلون. طبعا مش باسطنبول ولا بأنقرة، نشتريها في أحد المدن الكبيرة ب 18,000 دينار أردني. يعني احنا بنحكي عن يعني تقريبا حوالي 30,000 دولار، 125 متر. هون ال 125 متر بتكلف تقريبا حوالي 200,000 دولار، يعني 150,000. يعني صور الفرق. الآن كثير من العائلات العربية أو المتقاعدين بياخذ تقاعده بروح بيشتري بتركيا ويعيش بتركيا. يعني أنا سافرت على طائرة تركية، يعني ترانزيت، أنا كنت طالع لأوكرانيا وطيارة تركية. 80% من الركاب كانوا أردنيين مسافرين للإقامة الدائمة في تركيا، مع عوائلهم طبعا، مع أولادهم، مع زوجاتهم. السبب بقول لك سبب بقول لك انه الحياة ارخص، طبيعة جميلة جدا، وشقق ارخص، وتعليم افضل للأولاد، وهدوء اكثر. لهذا السبب يعني كثير منهم صاروا يعني صار في توجه بانه يطلع لتركيا ياخذ شقة، يشتري شقة
ويعيش هناك، أو إنه يستأجر مثلا. طبعا الأجار لا أنصح فيه، جدا غالي. هون أجارات الشقق غالي جدا، يعني هذه الشقة مثلا 38 متر 300 دولار أقل إشي، وبدي يدفع المي والكهرباء والمسقفات كله، يعني راح يوصل ل 400 دولار. جو برا ثلج، مش موجود. كنت بدي اوريكم برا بس التليفون معلق. البيوت الروسية عادة يعني مكوناتها بسيطة، يعني ما بتعمل غرفة ضيوف وغرفة نوم وغرفة سفرة وغرفة مش عارف ايش، بكون قليل جدا من الرثاث. اهم اشياء طبعا بتكون غالية الثمن، نوعية جيدة يعني نوعية ممتازة، وكل ما موجود في البيت هو لأغراض راحة صاحب هذا البيت وليس للزائر عادة يعني بهذا الشكل. يعني هنا بيشتري الإشي لنفسه وليس لمن يأتي إليه زيارة. زي هيك. في امر مهم انه هو التدفئة ضرورية طبعا، يعني على الرغم من درجة حارة برا الان تقريبا ناقص 5 ناقص 6 ممكن ناقص 10 ما شفت، بس هون في داخل البيت 22 درجة. الجدار عندي هون في البيت تقريبا حوالي 80 سنتيمتر، يعني تقريبا متر 80 سنتي مع وجود عزل، يعني طبقة عزل من الفيبر جلاس، مع شبابيك يعني محكمة القفل ضغط عالي، يعني تغلق فيش هواء، بيكون على الحواف جلد، أيضا طبقتين. لو أنه في مجال هلا بوريكم طبقتين القزاز، الزجاج بيكون طبقتين. يعني بيكون في الشقة يعني الأشياء الأساسية عادة مايكروويف، ثلاجة، غسالة، أطباق، مش كثير بيكون. يعني إذا بنحكي عن إذا بكون في هذه الشقة مثلا شخصين ثلاثة، بكون يعني أكثر إشي 10 ملاعق، حتى نقول 5 ملاعق، 5 صحون 6 صحون، طنجرتين، غلايتين، 3-4 كواب، يعني ما حدا بيشرب من الكوب الثاني، كل واحد له كوب زي هيك مال بهذا الشكل. عادة فطورهم الصبح جبنة، جوز بيض، بتعاملوا أيضا بالشوفان مع الحليب،
يعني بسموها كاش هذه يعني خاصة الأطفال. شوفان محليب إلى آخره يعني. بكون مطبخ وحمام بهذا الشكل هيك مثلا. والمطبخ هكذا. ايه نطلع ندخن. طبعا ثلج قلت انا ثلوج. طبعا انا على الطابق الارضي زي ما انتم شايفين على طول، بامكاني اطلع برا ادخن سيجاره الى اخره. وهذه احد الحسنات اللي انا بحبها كمان، انا لا احب الطوابق. الان الشقه الثانيه اشتريتها على الطابق العاشر. يعني بدك تدخن سيجاره، طبعا ممنوع التدخين بداخل البيت. هنا يعني بسمحوش للتدخين، يعني افراد العائله الاخرى بقول لك يا عم لا تدخن تخنقنا. احنا عندنا في الوطن العربي بيكون الطفل بجنبه وماسك هالسيجارة وبيدخن. يلا اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت. ولا بدك تدخن تطلع برا بتدخن سيجارة وبترجع. فتصور من الطابق العالي، طبعا في بلكونات للتدخين، بلكونات بسموها مشتركة لكل الطابق، مع انه التصميم العمارة جاي انه ما فيهوش بلكونة، البلكونة مغلقة. يعني في بلكونة بس مغلقة بالشبابيك لانه برد وما برد الى اخره. لهذا السبب بدك تدخن سيجارة بدك تروح انت على ايش البلكونة المشتركة، او بدك تنزل الى الطابق الارضي بدك تخرج يعني خارج العمارة كلها حتى تدخن سيجارة. فشوف كل 15 دقيقة زي الحالات بيدخن، كل 15 دقيقة دخن سيجارة، انزل على من الطابق العاشر للطابق الأرضي. لهذا السبب يعني أنا فضلت إنه أبقى في هذه الشقة وابني عايش في الشقة الثانية. نعم. أجواء باردة جدا. بعرفش إذا واضح الصورة أو لا. بس هذا هو الوضع هنا. طبعا يعني أنا هذا القناة يعني برجو من الجميع أنه يشترك فيها، يعني نعرض لكم بعض الحالات بعض أجزاء حياتنا هون، المشاهدات اللي احنا بنشوفها يوميا نحاول ننقلها لكم. يعطيكم العافية، نشوفكم على خير إن شاء الله مرة ثانية. يعني ممكن اليوم أفتح كمان كاميرا، يعني أعمل فيديو بهذا الشكل.